اخذته لي بتاع شهر يعني اخذته تمام، فعاوز اعرف ده حيقعد مفروله كام شهر في الجسم ولا يعني انت خدت الجرعه الاولى بس ولا خدت الجرعتين؟ اخذت الثاني، اخذت الثاني اللي هي شهر بالضبط، واخذت الثاني، اخذت الجرعتين. تمام. حصل اي حاجه لما خدتهم؟ اي اعراض لا لا حاج لا، عادل؟ مش اي اعراض، لا ما حصلش لا، اعراض. طب احنا بنطمن بس الناس عاوز اهو. اعرف مفعوله هيستمر كده في الجسم، يعني هاخده ثاني بعد سنه، بعد سنتين، بعد ولا ايه راي حضرتك؟ طيب حاضر، هنجاوب لحضرتك. شكرا لاتصالك. شكرا شكرا يا فندم. شكرا. هو السؤال اللي هو سأله ده مهم جدا، لأن إن فعلا الناس لسه مش عارفة، لسه التجارب حتى ما قالتش المدة قد إيه. يعني إحنا قلنا الإصابة ممكن تقعد مع واحد من 35 يوم لحد 120 يوم، وفي بيتكلموا في 240 يوم الإصابة، ما بتكلمش على المصل بقى ذات نفسه. فعشان كده حتى جرعة المصل لما بيبقى بيدي الجرعة الأولى يقول لك مثلا تدي أمان 50%، الجرعة الثانية تزوده لتوصل لحاجة و80%. طب الحاجة و80% دي هتقل بعد قد ايه؟ ما يعني لسه برضو ما فيش كلام الواحد يثق فيه ان هو يقوله، يعني ما مش معروفة. يعني ممكن يطعم في جرعة ثالثة يعني؟ ممكن؟ لا، ممكن يقول لك كل سنة يعني التطعيم لسه، نجدده تاني؟ يعني ممكن يحصل تحور في الفيروس نفسه. يعني هي المواضيع دي لسه مش يعني لسه ما تقالش فيها كلام نقدر ان احنا نعلنه للناس. لكن في فايزر في كلام مع انه في جرعة ثالثة، يعني الناس كلها يعني في الدول اللي احنا ما عندناش طبعا فايزر، في الدول اللي فيها فايزر هم خدوا الجرعه الاولى وخدوا الجرعه الثانيه، واتقال انه ممكن يبقى في جرعه ثالثه. ما هو كل ده كلام، هو بس كل ده ما فيش حاجه واقعيه لسه قيد البحث، لان هو طبعا لسه قيد احنا البحث. بنتكلم في